اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بكم في حلقه جديده من صدى الاقلام، ونرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العربيه والعالميه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في المدى الصحة تسجل 781 حالة بكورونا وتنفي منح مبالغ مالية للمصابين. في القدس العربية الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات ويمنع تجمعا تضامنيا أمام منزل خطيب الأقصى. في العربي الجديد قوات الوفاق الليبية تحرر مطار طرابلس بالكامل. في الزمان البرلمان يلزم الحكومة بإرسال الموازنة ويوافق على إدراج قانون التقاعد. في العرب اللندنية إيران تقطع على العراق طريق الربط الكهربائي مع السعودية. في التلغراف لا فائز مطلقا في التنافس الأمريكي الإيراني داخل العراق. وفي عربي 21 خمس قوى شيعية تشكل تحالفا جديدا لبرلمان العراق. من أبسط الأمور العراقية اليوم رصد ظاهرة حالة الثراء الفاحش المستحدث والبذخ الفاضح التي يعيشها رجال السلطة المعممين وأسرهم وأقاربهم ومحاسيبهم بعد أن كانوا فقراء بائسين يرتزقون في دول اللجوء بالفتات من المساعدات والإعانات، إلى درجة أن أغلب عمليات الاختلاس الكبرى والسرقة والاحتيال والسطو على أملاك الدولة وعلى قصور رجال العهد السابق وتهريب الأموال إلى الخارج ثبت بالدليل القاطع والملموس أن أبطالها المعممون المتنفذون من تبعهم وتحلق حولهم من السماسرات والمنافقين وخدم الدنانير. مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية، نتابع مزيدا منه. في انتخابات 2005 و2010 وحتى في انتخابات 2014 كانت الجماهير العريضة لا تزال تمنح أصواتها لمرشحي أحزاب البيت الشيعي ولسنة الحكومة أملا منها في أن يفوا بعهودهم وينفذوا وعودهم وأن يعدلوا وينصفوا ويعوضوا أتباعهم ومقلديهم على الأقل إن لم يشملوا بعطفهم ورعايتهم باقي العراقيين عما عانوه من فقر وبطالة وشحة في الغذاء والماء والدواء. وإذ يأتي اليوم أصحاب العمائم البيض والسود والخضر في حسينياتهم وإذاعاتهم وفضائياتهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي متذمرين مستغربين وشاكين بمرارة مما تتعرض له هيبة المؤسسات الدينية العراقية من امتهان وقلة ثقة وعدم احترام، فإنهم وحدهم الملومون. وليس من العقل ولا العدالة أن يحملوا المجتمع وحده مسؤولية ذلك ويتهموا شباب الأجيال الجديدة بالانحراف الخلقي وبالابتعاد عن الدين، بل يجيز بعضهم استخدام القوة لردعهم وردهم إلى ما كانوا عليه من ولاء سابق لأسيادهم المعممين، متهمينهم بالعمالة لقوى الكفر والإلحاد الخارجية وبالعقوق وقلة الأدب وسوء التربية وفساد العقول. وكان الأحرى بهم أن يعترفوا أنهم الذين جعلوا العراقيين عامة وأبناء الأجيال الجديدة وبناتها خاصة يرفضون سطوة المعممين وشعاراتهم وخطاباتهم. يتابع إبراهيم الزبيدي، وما يمكن تأكيده هنا هو أن ثورة الأجيال الجديدة من العراقيين لم تطل المعممين الممسكين بالسلطة وحدهم، بل إن نيرانها اقتربت كثيرا من المرجعيات العليا نفسها بسبب تهاونها وصمتها على فساد الفاسدين. القيادة هي أن تمضي بالناس إلى حقوقهم وواجباتهم وبما يحفظ كرامتهم وليؤدوا واجباتهم دون أن يترددوا، أن يحترموا القانون ولا بأس أن يخافوا العقوبة ويرتدعوا عن القيام بالخطأ. نحتاج إلى قيادة في العراق، مقال للكاتب فراس الغضبان الحمداني منشور في صحيفة الزمان العراقية، نتابع جزءا منها. قد تتوفر القيادة الشكلية، وهذا مفهوم تماما بالنسبة للذين يراقبون بناء الدول والمنظومات السياسية الحاكمة
وقد مر العراق بالحكم المؤسساتي الشكلي وليس الحقيقي تبعاً لظروف موضوعية ارتبطت بالسلطة والديكتاتورية والفوضى. وما يهمنا هو التحول الحالي الذي مررنا به منذ 2003، حيث نشأ نظام طائفي رهي للخارج لا يمتلك السيادة ولا القرار، وهناك قوى متعددة وأقطاب لا تسمح بوحدة القرار وبناء سلطة مركزية مؤسساتية وقانونية يحترمها الشعب ويهابها ويلتزم بما تفرضه من شروط إدارية ضرورية لتنظيم كل شيء ومنع التسيب والفوضى والفساد وظهور مجموعات ضغط تقوم بالحصول على رغباتها ولا تعبأ بالقانون ولا بالشرطة ولا بالمحاكم وفقا لنظام القوة الغاشمة المتمردة. محنة العراق أنه لا يفتقد إلى القيادة بمعنى وجود القائد، لكن المحنة في قيام قوى وأقطاب بمنع ظهور هذا القائد. فهناك حكم وحكام ووزارات، لكنها محكومة لقوانين وجماعات الضغط والأحزاب والقوى الفاعلة والمتمكنة والمسيطرة على كل شيء والمانعة لأي قرار لا يلبي مصالحها ومصالح داعميها الخارجيين الذين يريدون العراق لهم وممثلا لمصالحهم وساحة لصراعاتهم القذرة. الفترة المقبلة لا يبدو أنها منفصلة في شكلها عن المراحل السابقة، فالمشكلة ليست في تغيير رئيس الوزراء بل في تغيير منظومة الحكم وأهمية تغليب القانون وتمكين المؤسسات من الإدارة. هي شروط تلبي الفعالية والتقنية وتلبي كذلك شروط السيادة وحقوق العامة ولا تظلم أحدا في عموم البلاد. إلى مقال جديد وجاء في مستهله: يجب إكمال ما بدأه حراك الأول من أكتوبر تشرين الأول 2019 وما سقط من أجل مئات الضحايا وألاف الجرحى. ثورة تشرين أعطت تجارب للعالم وفي هذا الوقت بالذات، وستعطي مزيدا من العزم لمواصلة الضغط على الحكومة العراقية من أجل التغيير الجذري الذي طالب به المتظاهرون. مقال للكاتب فارس الخطاب في صحيفة العربي الجديد، نتابع. لا تشبه التجربة العراقية في التظاهر السلمي في شكلها الخارجي تظاهرات أمريكا والعالم، لكنها في الأساس والجوهر تستمد عزمها من حجم المظالم والتمييز الطائفي والعرقي وما يعنيه هذا التمييز من حرمان من كثير من حقوق المواطنة، كما أنها أثبتت أن الشعوب تبقى حية مهما تأخرت في سباتها أو صبرها على المظالم. ولا فرق في هذا بين متخلف مثل العراق بوضعه الحالي ودولة تقدم نفسها بلد الحريات والديمقراطية. العراق اليوم بوضعه المالي والاقتصادي الخطير جدا، ثم بانتشار فيروس كورونا بين أوساط الفقراء في مدن المحافظات وأحيائها، ثم باستمرار وجود الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة والقوات العراقية المسلحة، وكذلك استمرار العملية السياسية المحاصصية بشكلها وأدائها الرتيب والضاغط باتجاه إبقاء الأوضاع في العراق على ما هي عليه، بما لا يسمح بكثير من فضاءات العمل التنفيذي المباشر للحكومة التنفيذية. كل هذا مع استمرار تدهور الحالة المعيشية للشعب العراقي وزيادة نسب الجوع والعاطلين عن العمل وفقدان الأمل لدى سكان المخيمات من المهجرين في العودة إلى ديارهم التي ما زالت أكواما من التراب. كل تلك الأمور وسواها الكثير تعني بالضرورة أن هناك في الأفق المنظور عودة، وربما توصف بالعودة القوية للتظاهرات في العراق، حيث لم يبقى بحسب العراقيين شيء يخسروه. ويعتقد كثيرون من المهتمين بالملف العراقي أن الكاظمي لا يملك فرص نجاح كثيرة في التغيير في البلاد. نذهب بكم الآن مشاهدينا إلى مقال آخر وجاء في مطلعه: انفجرت أكثر من 350 مدينة أمريكية في مظاهرات سلمية واسعة النطاق احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد البوليس. وبينما طالب المتظاهرون باعتقال قاتل جورج فلويد وقد تم هذا، لأن مطالبهم امتدت لأعضاء البوليس الثلاثة الذين أحاطوا بجورج فلويد لحظة قتله. حول ثورة الأمريكيين كتب شفيق ناظم الغبرة في صحيفة القدس العربي، نتابع.
إن مقتل جورج فلويد تحول لعملية كاشفة لكل التناقضات الكامنة في الواقع الأمريكي. فغضب الأمريكيين الراهن هو نتاج لعملية تراكمية في المجتمع الأمريكي ووسط مناطقه الفقيرة ووسط فئات من الملونين واللاتينيين والنساء وبقية الأقليات، كما أن غضب الأمريكيين نتاج تراجع فرص وأوضاع الطبقة الوسطى وسيطرة الأقلية على الاقتصاد. لقد أصبح الرئيس ترامب وأسلوب إدارته وتصريحاته رمزا معلنا للعنصرية ولعدم الاكتراث بهموم واحتياجات الناس. ولقد تأثر بهذا الوضع الإعلام الأمريكي وحركات الحقوق المدنية والجامعات والطلبة والطالبات. لم تنقسم الولايات المتحدة في السابق على نفسها كما هي منقسمة اليوم، بل يشبه هذا الانقسام انقسام الأمريكيين الكبير في أواسط القرن التاسع عشر الذي أدى للحرب الأهلية. إن هجوم الرئيس اللفظي الدائم على الرئيس الملون الوحيد في التاريخ الأمريكي هو خير تعبير على العنصرية الشعبوية التحريضية وامتداداتها في المجتمع الأمريكي. إن لوم الرئيس لتحالف أنتيفا، وهي اختصار لتجمع عريض يركز على معاداة الفاشية، لن يغير المعادلة. فأنتيفا منظمة شعبية وشبابية لا تمتلك هيكلا واضحا أو قيادة موحدة، وهي منتشرة في المدن الأمريكية وهدفها الأساسي التصدي للعنصرية والفاشية المتصاعدة في الولايات المتحدة. الكاتب شفيق ناظم الغبرة يتابع قائلا إن التظاهر السلمية مكفول في الولايات المتحدة، لكن العنف والشغب وسرقة المحلات وحرقها والنهب ليس محميا بالقانون، لكن هذا الشغب والعنف هما تعبير عن واقع الولايات المتحدة الراهن، فهناك مناخ مشحون نما بسبب عنف وعنصرية وبطالة كما وبسبب سوء إدارة الرئيس أيضا، وقد امتد هذا الوضع لأغلبية فئات المجتمع الأمريكي يقول الكاتب. الآن إلى مقال منشور في صحيفة نيويورك تايمز، وجاء فيه: حذر توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز من المخاطر المحدقة بأمريكا التي قال إنها لو تحطمت فستذهب. ويقول الكاتب: نحن نقترب من حرب أهلية ثقافية، وفي هذه المرة فنحن لسنا محظوظين لأن أبراهام لينكولن ليس رئيسا. المزيد في هذه المادة. أمريكا في ساعتها المظلمة اليوم لديها دونالد ترامب، الرجل الذي كان حدسه الأول عندما تمزق البلد هو إطلاق الغاز المسيل على المتظاهرين السلميين وتفريقهم حتى يتمكن من السير إلى كنيسة قريبة لكي يلتقط صورة أمامها وهو يحمل نسخة من الإنجيل، ولم يفتح الإنجيل لكي يقرأ منه فقرة تبعث على الراحة، ولم يدخل الكنيسة لكي يدير حوارا يرأب الجراح، بل التقط صورة لكي يثير بها قاعدته من الإنجيليين، وكان ترامب يحمل الإنجيل رأسا على عقب. فقبل 3 أعوام كان الواحد يمكنه توقع قيام مجلس الشيوخ الجمهوري التدخل والأخذ على يد ترامب، وكلنا يعرف الحال الآن، فمجموعة الشيوخ الجمهوريين ليسوا سوى ماخور يلعب فيه زعيم الغالبية ميتش ماكونيل دور المدام، ويقوم هو ومن معه من الجمهوريين بتأجير أنفسهم في الليل لأي شخص يمكنه تنشيط القاعدة الجمهورية كي يظلوا في كراسيهم، وتأمين المنافع المالية والاقتصادية للمتبرعين الأثرياء في حملاتهم الانتخابية. ومن هؤلاء المنشطين سارة بيلين، حزب الشاي، شركات الفحم، الصناعات الملوثة للبيئة التي تعد من كبار داعمي ترامب اليوم. فلا يهم من يكونوا، فالضوء الأحمر دائما موجود فوق غرفة جماعة الجمهوريين. توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز يقول أيضا عن مينيابوليس التي قتل فيها جورج فلويد على يد الشرطة، التي تحتاج مجتمعاتها المحرومة لمعالجة مشاكلها وتشجيع أبناء الأحياء على النجاح. وصلنا الآن أعزائنا المشاهدين إلى المقال الأخير، وهو منشور في صحيفة عربي 21، وجاء فيه: الاستبداد ليس قدرنا، الاستبداد رأس كل خطيئة، الاستبداد باسم الدين وباسم الدنيا وباسمهما معا نماذج محبطة ومحبطة وغير إنسانية ولا أخلاقية. أن تحكم بغير إرادتك ورغما عنك أو أن تحكم،
أن تبلع لسانك وإلا قطع، وأن تخفض رأسك وإلا ذبح، وأن تغمض عينيك وإلا تفقأ. أي حياة هذه؟ عن الاستبداد الغربي كتب محمد عماد صابر. نتابع. جاء حدث مقتل جورج فلويد الأمريكي الأسود وما ترتب عليه من تضامن محلي وعالمي، لدرجة أن البيت الأبيض أغلق أبوابه ونكس أعلامه رغما عنه، تضامنا مع السود الأمريكان في احتجاجهم العنيف على مقتل فلويد. جاء الحدث ليفرض على ذاكرة المزدحمة دوما تساؤلات قديمة متجددة تشغلني بدرجة كبيرة: المقارنة بين تاريخ الثورات والانتفاضات وغضب الشعوب، تارة ضد المحتل الغاضب وتارة ضد المستبد الفاسد، وأخرى ضد العنصرية البغيضة بكل أشكالها وألوانها وخلفياتها. غالبيتها حققت نتائج واستردت حقوقها، وغالبيتها وجدت دعما دوريا لنصرة الشعوب، إلا نحن في بلاد العرب والمسلمين. قد يقول قائل إن هذه الشعوب دفعت ثمنا باهظا من الأرواح والدماء والحريات خلال عقود أو قرون. أقول ونحن دفعنا. راجعوا إن شئتم من العام 2011 إلى اليوم فقط، قتلى وشهداء تجاوزوا 1,000,000، مشردون ولاجئون داخل وخارج بلدانهم تجاوزوا 25 مليونا، سجناء ومعتقلون بالملايين. في تركستان الشرقية وحدها 1,000,000 من السجناء المعذبين. إذن نحن ندفع، وقد يكون أكثر من غيرنا. يتابع محمد عماد صابر. تعددت ميادين المواجهة وأصبحت فوق الطاقة والجهد، لكن ما زالت الفرص هنا بيد الشعوب إن استطاعت إزاحة الوكلاء، ليتعامل المشروع الغربي وجها إلى وجه مع الشعوب ومن يمثلون الشعوب بالاختيار وليس بالوكالة والإجبار. استخدمت الفنانة الأردنية دانا برقاوي أوراقا مذهبة وخيوطا ملونة لإضفاء بهجة الألوان على صور فلسطينية تاريخية بالأبيض والأسود من مطلع القرن العشرين. ونشأت دانا وسط أسرة من الفنانين، وبدأت مشروعها هذا بعد أن عثرت على عشرات الصور في ملف على الإنترنت لمكتبة الكونغرس الأمريكي يعرض الحياة اليومية للفلسطينيين من عام 1890 إلى عام 1948. واختارت دانا صورا تعكس الحياة اليومية للفلسطينيين في تلك الحقبة، والتي تقول إنها لا ترى عادة وهي مهددة بالنسيان. الآن نتابع الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام. دمتم دائما في رعاية الله.